الخير عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه تاع لي فيغين بكريمه واحده. نقدروا نديروا كات فيغيتي تاع لي فيغين. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وندوزو ديريكتومون المقادير. كيما هنا راني نوري لكم الشوكولا، حنستعمل لوغو تاع شوكولا، لي فروي روج واللوتوس، الجاتو تاع اللوتوس، وحنستعملوا الكراميل اوسي. نسحقوا دو بو تاع لا كريم فريش انتيير، كريم ليكيد انتيير عفوا، ا 30% دو ماتيير غراس، اي 500 غرام تاع لا ماسكاربون. نسحقوا لو سكر غلاس. لا كريم ليكيد خليتها يعني بردت مليح، تكون بارده بيان. وهنا وريت لكم لو سالادي اللي كنت خليته في الفريجيدير مع لو فوي، يعني بارد في بارد هكذا تطلع لي سور لا كريم. انا حنستعمل لو روبو باتيسري، نتوما تقدروا تستعملوا غير لو باتور. درت هذوك لي دو بواط تاع لا كريم ليكيد وحنطلعهم، يعني نخدمهم حتى يطلعوا مليح. والعمليه تدي حتى لخمس دقائق، اونتر 3 اي 5 مينوت، باش تطلع لكم لا كريم كوم يلفو. هنا راني وريت لكم لا تيكستور، فريمون تجي هايله وشاده روحها. دو سويت نزيد عليها لا ماسكاربون، ونزيد لها 3 كويار سوب دو سكر غلاس معمرين، ونعاود نخدم الكل. بصح هاد المره ما نخدمهاش بزاف، غير كلكو سكوند باش ما يعاودش يحبط لنا كلش، ونحبسو. هنا لا كريم راهي واجده. جبت 4 بول هكا، نقسمها و 4 بارتي. وهنا نبداو نوجدو لي برومي فيغين لي يجو باللوتوس، بلا كريم تاع لوتوس. ندي حوالي زوج مغارف، ندوبها كلكو سكوند في الميكرووند. فوالا هنايا واجدة معانا، ونخليها دو كوتي، وندير لا كريم لي وجدناها في لابوش ادوي. وهنا انا استعملت لا كريم لوتوس باسكو انت عندي لا كريم يعني تاع لوتوس. نتوما ماشي اوبليجي واش عن واش استعملت انا تقدروا يعني تستعملوه اوبليغاتوار. لا لا، لكن عندكم باغ اكزومبل اون باتا تارتيني واحده اخرى سامبل، نوتيلا ولا ميلكا ولا اي حاجه عندكم سامبل استعملوها. لي فروي الا كان ما عندكمش الغوج، عندكم فاكهه واحده اخرى استعملوها. لي جاتو كيف كيف تقدروا تبدلوا جاتو بحاجه واحده اخرى، المهم يعني الطريقة. هنا حنستعمل الجاتو لوتوس، هو اللي عمرت به الأول بعد ما يعني رحيته شوية. نعمرو به كامل لي فيغين، نزيدو لاكريم هذيك اللي وجدناها كامل. طريقة يعني بزاف سهلة، وهاد لاكريم اللي وجدناها كيف كيف فريمون اللي تري تري بون. البنات ان شاء الله تجربوها وتعجبكم على بالي بالبزاف. ولاكريم لوتوس تاني يعني تجي بنينه وما تجيش بزاف سكري. هاد لي فيغين ما يجوش بزاف سكري. هنا راني زدت فوقها لا كريم تاع لوتوس اللي دوبناها،
قلت لكم ما تجيش بزاف سكري باسكو يعني ما درناش بزاف سكري غلاس، درنا غير 3 مغارف يعني ما تخافوش من السكر. واللي تحب السكر بزياده ما ديرش 3، دير ربع مغارف سكري غلاس في لاكريم. فوالا هنا نزيد فوقهم لاكريم، نزيدهم بهذه الطريقة يعني بشوية تاع الكاطو لوتوس من الفوق. تزيين تخي سامبل ويجو فريمون بزاف بنان. هادو هما لي فيغين الاولين، ومن بعد ان شاء الله حندوزو لي دوزيام فيغين لي حيكونو بلي فروي روج سورجولي. انا كانوا عندي خرجتهم قبل، وحنزيد لهم 3 غوت تاع الكولوران روج اليمونتير. حركوا الكل وهنا نديرهم في امبوش عدوي. تقدروا ما تستعملوش لابوش عدوي، تستعملو ديريكتومون بالمغرفة وديروا لداخل يعني في ليفيرين، تعمروهم برك بالعقل. وهنا تحصلنا على ان موس وفخوي روج، نعمر كامل بيهم ليفيرين. فريمون هاد لي فروي روج هكذا اون موس يجو فريمون بنان. راح نسيينهم بلي فروي روج. ونديرهم يبردو ونجوزو ان شاء الله لي ثوازيام فيغين. لي ثوازيام فيغين حنستعمل الكراميل، كراميل في ميزون. ان شاء الله نجور نبارطاجي معكم لا روسيت. استعملت هنا لي غاتو لي بودوار، تقدروا تستعملوا اي غاتو يعني مغير لي بودوار، انا كان عندي هذا. وعمرت فوقهم لا كريم كميه صغيره، ونزيد فوقهم الكراميل. تقدروا تشروه يعني الكراميل مولفا ديفون، نشريها ويتباع واجد. تسخنوه غير شويه في الميكرووند وديروه هذه الطريقه، ونعاود نعمرهم بلا كريم الفوق. والتزيين حيكون بلي بودوار من الفوق. هنا حندوزو لي كاتريام فيغين اللي حيكونوا بلي شوكولا تارتيني. هاد الشوكولا فيها شويه كراميل الوغ شتي اوبليجي ندوبها، بصح لستعملتو شوكولا عاديه تارتيني يا با بزون ندوبوها. تدو مغرفه كبيره منها وتزيدوها لا كريم وتحركوا الكل. حنستعمل مع هادوك لي باغ دو شوكولا عاديين يعني سامبل اللي كانوا عندكم. انا استعملت هادو تاع ليدل، تقدروا تستعملوا كيندر بوينو اللي حبيتو. راني بارطاجيت معكم ان دي فيغين عفوا ان فيديو تاع لي فيغين بلي كيندر بوينو.
ان شاء الله حطها لكم في صندوق الوصف اللي حبي يشوف الوصفة. هنا حنقطعهم دي بتي مغصو نديرهم هو الاولين في ليفيرين. يعني طريقة ريبينة وسهلة. ندير دو مغصوم من تحت في ليفيرين هما الاولين. ومن بعد نزيد فوقهم لاموس وشوكولا. والتزيين حيكون هكذا، يعني نحط شوية من لي باغ دو شوكولا. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي شوكولا اي جاتو. هنا عطيتكم برك افكار والطريق، ان شاء الله فريمون تعجبكم وتجربوهم. هادو هما في طبق التقديم بعد ما وجدوا كامل. فوالا ان شاء الله فريمون تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها. وان شاء الله رمضان على الابواب، لحينا ربي سبحانه. ان شاء الله تنفعكم هاد الوصفات وتقدروا ديروهم. يا لو كان وصفه واحده ما كنتوش بليجي ديروا كامل هادو. كل ما تكون عندكم تجربوا وصفه. جيسبر فريمون تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، محتوى الفيديو. ولا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك، هكذا يوصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله، نتلاقاو فيديو بروشين ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.